زيت لوحدك. مدرك معي انه منظومة الطرق والكباري في مصر منظومة محتاجة الى اصلاح كثير وعمل كبير وترميم كثير واموال كمان كثيرة، لانها في حالتها الحالية ليست بالمستوى المطلوب. هو الحمد لله في طفرة في الطرق والكباري الفترة الاخيرة، قدرنا الحمد لله خلال السنتين اللي فاتوا نعمل طفرة في الطرق السريعة، من ناحية طبعا بدأ المشروع القومي، وده الأول مرة السيد رئيس الجمهورية يتدخل شخصيا ويتبنى مشروع قومي للطرق. الهيئة كانت مكلفة ب 1200 كيلو طرق، مكلفين 17 مليار. احنا أنجزنا من 12 طريق خلصنا 8 مشروعات كاملين، وفي صددناه الأربع مشروعات الأخرى. مع تطور المشروع هنلاقي إن الخدمة بدأت تتحسن خصوصا على الطرق السريعة. لو احنا قلنا طريق وادي النطول العلمين ده أحد المشاريع التي انتهت، طريق السويس في خلاص الرتوش الأخيرة وجاهز الافتتاح، وعلى فكرة طريق السويس طريق حر عليه 8 كباري. الحمد لله خلصنا طريق المرحلة الأولى من الدائرة الأوسطي، الشط عيون موسى من شرق القناة، خلصنا طريق سوهاج البحر الأحمر، وده أحد الطرق للأسف اللي حصل عليه حادثة قريب نظرا لسير عكس الاتجاه. يعني مجهود الدولة بيتبذل بأكتر من مليار جنيه على طريق معمول في أعلى مراحل جودته، ويجي واحد يمشي في عكس اتجاه الطريق ونسأل، ده أعتقد أن كلام بيضيع المجهود وبيحسسنا كجهة تنفيذية أن حرام اللي بيتم ده. ده أحد الطرق. خلصنا المنيا رأس غارب، خلصنا رأس غارب الشيخ فضل، إجمالي مشروعات فوق 850 كيلو طرق، وفي صدد نهو الطريق الدائري الإقليمي وطريق شبرا بنها وطريق الفيوم الوحاد، كلها مشروعات واعدة. دي جزئية المشروع القومي. ده ما خلانا الفترة الأخيرة ننظر نظرة ثاقبة على الصيانات في الطرق. احنا السنة دي منزلين عندنا أكتر من 2200 كيلو طرق ب 2.5 مليار جنيه، رقم احنا هنمس بيه الإخوة المواطنين في أهم الطرق اللي احنا حاطينها في ذهننا. طيب هو سيادة اللواء لو سمحت لي، أنا آسف للمقاطعة، يعني الجهد اللي حاصل في منظومة الطرق خصوصا الطرق اللي داخلة في إطار المشروع القومي لمصر واللي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني جهد ملحوظ، لكن هي الفكرة انه بعض المواطنين بيلوموا بيقولوا الدولة مركزة على الطرق الشهيرة، الطرق اللي بيسموها كده اللي عليها العين، اما الطرق الغلابة الطرق الحقيقية اللي بيمر عليها يوميا ملايين البشر، يمكن في طرق من الثمانينات لم تمسسها يد الترميم او الاصلاح. هو في نقطة احنا عاوزين نميز ما بين الطرق السريعة و الطرق داخل المحافظات. الطرق السريعة أعتقد يعني أن الرقم ده من التمنيات ده رقم بعيد. ليه؟ لأن احنا عادة ما بنمد إيدينا. الفترة الأخيرة كان في 5 سنين عجاف أو 4 سنين، احنا منزلين خطة مركزة خلال العام المالي الحالي دوت هنمس بيه الإخوة المواطنين مباشرة. يعني طريق بنها المنصورة داخل معانا، طريق الصعيد الغربي لغاية طريق الصعيد الغربي ده سيادة اللواء بقى هو كل المشاكل، ده بيسموه طريق الموت ويوميا في موت.